اليوم انا جد مسرور في الحقيقه، انا والزوجه ديالي سعام، وبعد العاديه اللي عندنا الاخ منير وهي اداء مناسك العمره. واليوم راه الصراحه فرحان لواحد الدرجه اللي ما تتصورش، اللي غادي لواحد المكان اللي تيتمنى اي واحد في العالم، وتنتمنى المغاربه كاملين ان شاء الله ندعيو معاهم، والله يكتب لهم هذاك المقام يا ربي، ولاي واحد اللي باقي ما مشاش الله يكتبوا ليه. وتنشكر بزاف الاخ منير الهواري على هاد العاديه هادي اللي ما تتوصفش، لا هو ولا الاخت لاميه الزوجه ديالو. تنقول لهم الله يجازيكم بخير، والله يوصلها للوالدين يا ربي، وتنتمنى المغاربه كاملين الله يكثر خيرهم وهاد المقام يزوروه يا ربي، والواحد لواحد، وغادي نديو معاهم كاملين يا ربي. وتنشكر بزاف الاخ خلدون والاخ منير والناس ديال طابي غوج كاملين، والفنانه شاكيره والاخت كريمه، كذلك الفنانه القلب الكبير دنيا باطمه. تنقول لها المسيره موفقه ان شاء الله، والله يخلي لك بنيتك غزال، وانا وسام ان شاء الله راه ما لنا نديو معاك، والله يسر لك امورك يا ربي، ويسر جميع الامور المغاربه كاملين. وتحية المغاربة خارج الوطن داخل الوطن، والله ينصر سيدنا. السلام عليكم. واحد الفرحة اللي ما كتصورش، غادي نمشيو للعمرين إن شاء الله يا ربي، الله يوصلنا على خير وجميع المسلمين أجمعين. وكنبغيو نشكر الأخ منير الهواري، لالا لمياء الهواري، على هذا الكادو الغزال اللي ما كنتش كنتصورو، ودابا غادي نمشي مع الزوج ديالي اللي كنت كنشوف غير في التلفازة هذا المقام وأنا غادا ليه دابا. وكنشكر اشواق على الاستضافه ديالها، وكندعي مع المغاربه كاملين، وكندعي مع لو غروب اللي كان معنا لالا دنيا، كنقول لهم شكرا بزاف، وحنا ان شاء الله غادي للعمره وندعوا مع المغاربه كاملين. وشكرا بزاف بزاف منير لالا لمياء. كما تشوفوا اليوم حنا في مطار محمد الخامس، هذه الساعه تقريبا 11 ديال الليل، عندهم طيران ان شاء الله مع 12 ديال الليل. هذا شرف لي انني نكون معاهم ان شاء الله هذا النهار هذا اللي غادي يمشيو ان شاء الله يعني المكان المكرمه. نتمنى الدعاء ان شاء الله الناس اللي عاونوهم كاملين، بالنسبه لكريمه لا شاكيره لا لمياء لا خاتيم لا خلدون لا دنيا باطمه كذلك اللي تساعدت معاه، لا حمزه مون بيبي يعني اللي تا هو يعني تساعد معاه، والناس كاملين 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 من قريب ولا من بعيد اللي ساهموا في هاد الفرحه ديالهم، لا من ناحيه الدار ولا من ناحيه يعني اي حاجه دخلت لهم الفرحه القلوب ديالهم. على الاقل اللي تجمعني بحمزه مون بيبي هي والخير اللي تيتعاون معنا بارابور كاع الناس، فهمتيني؟ يعني هذا شرف لي انني هذاك السيد نشكره في هذا النهار هذا، اللي شحال من واحد ما تيجبدوش في الاعلام، ولكن هو الاعمال ديالو راه مجبوده يعني، وحنا غنشكرو هذا المنبر هذا. يعني ما يعني اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، فهمتيني؟ شحال من واحد قال هذه القضيه هذه، انا شحال من واحد تلاقيت معاه وقال لي هذه الهضره هذه، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، واللي عنده شي دليل راه يجبدو، ما عنديش مشكل. واش نعرف مالي الكونت، ولكن ما يمكنش لي يعني نقولهم، هذه حاجه عاديه، حيت هذاك الكونت شحال من واحد باغي يعرف شكون مولاه، ومشاو حتى الامارات باش يعرفوا مولاه، ولكن الحمد لله ما عرفوش مولاه، لحقاش يعني مولاه يعني كبير كبير باش توصل ليه، فهمتيني؟ كبير بالاعمال ديالو، كبير يعني بالخير اللي تيدير، فهمتيني؟ يعني ما يعني صعيب الواحد باش يوصل ليه، باش نكونوا واضحين، ولا وصل ليه شي واحد يعيط لي يقول لي راه توصلت ليه. يعني بارابور تركيا او الديار المكرمه، ومن الاحسن كانت هي مكه المكرمه بيان سور. كنشكر انا من هذا المنبر، كنشكر كاع لو غروب ديالنا اللي كنا يعني مساهمين مع سهام وياسين في الفرحه ديالهم، لا من خاتيم ولا من خلدون، يوسي شاكيره وكريمه ودنيا باطمه على حتى هي المجهود ديالها اللي دارته معنا، ومع كاع الناس كاملين اللي ساهموا معاه لا في الدعوات ولا في اي حاجه. وكنتمنى لهم ان شاء الله يعني رحله موفقه، ولكاع الناس ان شاء الله اللي غاديين معاهم، هادشي اللي كنتمنى لهم. يعني بالنسبه لياسين وسام ان شاء الله غادي يوصلوا غدا الصباح، يعني واحد مع 6 الصباح بتوقيت المغربي ان شاء الله، غادي يمشيو ديريكتومون للمدينه، وان شاء الله عندهم 4 جوغ في المدينه، ومن بعد غادي يمشيو لمكه. انا ان شاء الله نهار الاربعاء غادي نكون يعني غادي نلتحق بهم بمكه ان شاء الله الا بغى الله، باش ندير معاهم نيت مناسك العمره الا سهل الله حتى انايا. ونتمنى من الله يعني يتقبل منا حنا كاملين، الناس اللي غندعوا مع الناس كاملين، اللي مراد اللي عنده شي مشكل الله يفكوا ليه في هذا النهار هذا، اللي غندعوا مع اي واحد يعني ساهم مع ياسين سهام، لا بقليل ولا بكثير ولا حتى غير بالدعاء، يعني كامل الحمد لله يعني تيتسالوا لنا الدعاء ديال المغاربه كاملين، والله ينصر سيدنا ديما. حنا يعني غاديين تحت يعني الخطوات ديالو،
والله يعز المغرب والناس ديال الجاليه المغربيه كذلك، وشكرا لكم بزاف. في الحقيقه دنيا بطمه القلب الكبير، والصراحه كانت فنانه اللي كانت تساعدت لها مع ياسين ولا سهام، وبالخصوص الصراحه دنيا قلب كبير، كانت لا من الدعم المعنوي لا من الدعم المادي. وتنقول لها من هذا المنبر انا وسهام نسالوك الدعاء ان شاء الله، ونتمنوا لك مسيره موفقه يا ربي، والله يخلي لك غزال، والله يعطيك اللي تمنيتي في خاطرك ان شاء الله، والله يخلي لك الوالده ديالك. ودنيا راه تبارك الله فنانه كبيره، والله يوفقها يا ربي، الله يوفقها يا رب. السلام عليكم. اولا حصل لنا الشرف اننا نستقبلوا كوبل بحال ياسين وسهام، وتعطانا الفرصه اننا ناكيو بحال هاد الناس. بالنسبه للناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه ما عندهم حتى شي مشكل، كيديو المناسك ديال العمره ديالهم بحالهم بحال كاع الناس بحال كافه الناس، كيكون استقبال خاص تما في اونيفو دو لايغوبور سواء هنا او لهي، كيدوزوا العمره ديالهم عادي، كيدوزوا المناسك عادي ديالهم. الحمد لله كاينين الناس مؤطرين، مثلا المناديب ديالنا او المؤطرين ديالنا كيقوموا على هذه العمليه باحسن وجه، كياخذوا المؤتمرين ديالنا ذوي الاحتياجات الخاصه كيدوزوا بهم المناسك ديال العمره كامله دو ا زد، يعني كيدوزوها بحال اي شخص عادي. الحمد لله بالنسبه للاد السياسي المكماش، انا غنكون ان شاء الله المؤطر مع المجموعه ديالو اللي غنرافقهم ان شاء الله في مكه المكرمه وفي المدينه المنوره. فشاءت الاقدار ان السياسي المكماش يعني تقطع ليه رجلو، وهذه الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى، وكل واحد يقسم عليه الله سبحانه وتعالى في الحياه اي حاجه، وشاءت الاقدار انه يعتمر مع احسن وكاله مع احسن مؤطر. هذا ماشي مجامله، الحمد لله احنا عندنا حرفه كبيره يعني في الميدان ديال حج العمره. هذا هو يعني احنا ناس قدام تنظموا هذا الدومين هذا. بالنسبه ان شاء الله المراحل ديال الرحله غدير مع الخطوط مع الخطوط العربيه السعوديه، غدير مباشره للمدينه المنوره، الوصول ان شاء الله في 8 الصباح بتوقيت المدينه المنوره. عندنا 4 ليالي في المدينه، وباقي الايام كلها في مكه المكرمه، العشر الاواخر اللي غيكون فيها التهجد وليله القدر وليله الختام. ونتمنى الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى وتكون هذه العمره مباركه على السياسيين، ودخل عليه بالشفاء، والاخوان المحسنين اللي دخلوا في هذا في هذه القضيه، نطلب الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان الحسنات ديالو. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات
تريد الترويج لها، هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.